هتم عروسها غصب عنك، حتى لو اضطريت ان انا اجيب عروسها اجار. طب اشوف مين اللي هاجر لك وحاتهم. عاجبك كده يا خالتي؟ ما تلمينا الحدوته دي بقى يا نوسه عشان المراره. مش عاوزه ايه؟ مش تبقى فضيحه. فضيحتي يا ست فرنسا؟ ابنك ليه دخل على بنتي ولا مس شعره من شعرها؟ ده كلامك انت، انت وانا، لكن قدر البنت جالها عريس وسال اهل الحته يقولوا له ايه؟ يقول البنت عريسها سامحه اللي دخلتها نهار اسود. هي بنتك اي كلام؟ ده بنتك البنت حلوه ونكشه ووركشه وبتمشي في الحاره، يعني شوف الكلام اللي يتقال بقى. واكتر من كده ينقال. يتقال اللي يتقال، بس ما تجوزش واحد زي ده. احترم نفسك يا نوسه، لحسن عليا الطلاب وطلام ونات وما هو جرويك وريش لي حلاله هاتي وتابت حطش من عينك ولا ايه؟ ما ترغي مع اما بعد ماما. ايه يا ماما؟ انت كنت طالبة شبكة من سيد بكام؟ ثلاث بواكي. خليهم ثلاثة ونص. ثلاثة ونص كمين؟ فيك انت؟ هو ابني هيتجوز بنت مين اساسا؟ بنتي يا ضبش يا راجل يا مهزق، لسه عاملين فيك جميله يا اللي ما بيطمرش فيك. ليك حق، ما انت لقيت العبيط اللي هيدفع. شكري قوي يا عمي. هو انت مالك انت؟ هو انت ابني؟ لا انا العبيطه. لما انت عبيطه تبقى امك هبله. صح يا هبله. والنبي لبكره يبصموك على بيع الدكانه ويقولوا لك بنبصمك على جايزه يا جاهل. هبله. جابت هاتش طوبه يا بنت. هبله. وانت مالك؟ كنت سيبك ان شاء الله يتفتح قرن اللي جابه وانت مالك؟ تفتح قرن مين يا عسليه؟ الهوا حكومه عاوز تفتح قرن وانا في منطقتكم. افتح يا عسليه، افتح افتح. انت مسيح لي هنا ولا ايه؟ يا مين؟ يا احمد. انا عايز اعمل للراجل ده محضر تعدي على انثى في طريق العام. هي فين الانثى دي يا حاج؟ حتى الحكومة مش معترفة بيكي أنثى. يا رب خلصني منه في الدنيا زي ما هتخلصني منه في الآخرة. ويخلصك في الآخرة ازاي؟ أنا داخلة الجنة عن خالتي. يبقى قابليني عن ستك. مش عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ كاساتي روستر من دخول.